السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم. كيف الحوال؟ الحمد لله أنا حي. هذا اللي يسأل يقول أنت حي، الحمد لله بشرك أنا حي. كيف أموركم؟ طيبين؟ كيف أحوالكم؟ كيف الصيف معاكم؟ الأجواء الجميلة، حياك الله اللي من عمان، حياك الله اللي من الصومال، حياك الله يا قحطاني، حياك الله يا محمد، يا أهلا وسهلا. إن شاء الله كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا خرج تصريح من التحالف اليوم، بس هذا قبل ما نتحدث في مواضيع اللي كتبناها، أنهم اعترضوا طائرات مسيرة حوثية تحمل مواد متفجرة، وبحمد الله سبحانه وتعالى لم يصب أي أحد بسوء ولم يصب أي أحد بأذى ومكروه. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى أنا متفائل جدا أن الشعب اليمني قادر أن يعيد على أن يعيد الحوثي إلى حجمه الطبيعي، وقادر إلى أن وهو الشعب الذي ثار على علي عبد الله صالح في 2011، قادر على أن يعيد العملية السياسية في بلاده. لا أحد يستطيع أن يجتث الحوثي تماما لأنه جزء مكون من الشعب اليمني، لكن من المهم جدا أن يعود الحوثي مرة أخرى ليتعامل كجسد سياسي، كقوة فاعلة، كقبيلة، سبها ما شئت، يعتبر نفسه جزء من الشعب اليمني، لا يعتبر نفسه تابع لأي أجندة أخرى، ويخضع للأنظمة والقوانين ويساهم بكل شكل من الأشكال في أن يصنع دولة المؤسسات والقانون، أما دون ذلك فليس له إلا السلاح. المهم الآن أنا عندي تساؤل بسيط جدا وجهه للحكومة السعودية بمناسبة هذا الخبر، يعني أقول لهم أنتم اليوم بعد 6 سنوات من انطلاق عاصفة الحزم أو 5 سنوات، أنت اليوم تحولت، نقول أول شيء الحمد لله على السلامة لأهل الرياض وأهل بقية المناطق، وما تشوفون شر، وبإذن الله سبحانه وتعالى أنها تكون آخر الأحزان. لكني أوجه هنا سؤال للحكومة السعودية وتحديدا لوزارة الدفاع التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان. أنت بعد 5 سنوات أو 6 سنوات من انطلاق عاصفة الحزم التي أخذت فيها المبادرة بالهجوم، اليوم تخرج الأخبار وتقول أنك أنت تدافع أو تعترض صواريخ الحوثي. في اللغة السياسية وفي اللغة العسكرية أنت كنت تهاجم، أصبحت الآن تدافع، يعني أنت اليوم في موضع خسارة، أنت اليوم في موضع تراجع، أنت بدل الأهداف التي أردت تحقيقها، إعادة الشرعية، بناء يمن جديد سياسي بمؤسساته وإلى آخره، تدمير قوة الحوثي، إعادة عبد ربه هادي منصور إلى صنعاء، تحرير الأراضي اليمنية، كل هذه الخطوات أنت فشلت فيها، كل هذه الخطوات فشلت فيها الحكومة السعودية. يعني أنت اليوم يا وزير الدفاع السعودي، يا من أطلقت هذه العمليات، بكل بساطة لو عندنا برلمان حر، مجلس يمثل الشعب، يجيبون هذا الوزير، وزير الدفاع، يقول له تعال يا حبيبي وريني كشف حساباتك، ممتاز، وريني كشف حساباتك من أول يوم إلى الآن، إيش اللي حاصل وخلانا نتراجع بهذا الشكل وخلى الحوثي يتقدم علينا؟ ليش؟ بكل بساطة. لا أحد الآن يقول أنت حاقد، أنت ضد الوطن، أنت لا 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 لا، أنت مش قد الشيلة ما تشيلش، أنت عاجز، أنت عاجز عن تحقيق أهدافك في اليمن، قدم استقالة، قول يا شعب يا سعودي أنا والله عشان بابا حطني في المنصب هذا أنا لست بي كفو، أنا مش كفو إني أتولى هذا المنصب، جيبوا واحد من الشعب يمسك وزارة الدفاع، أنا فاشل لأنه أنا لم أخض أي عملية عسكرية في حياتي، وليس لي أي علاقة بالعسكرة، وليس لي أي علاقة بالقتال سوى كول أوف ديوتي وببجي. تقول هذا للشعب، تترك المساحة لشخص كفء يأتي ويمسك هذا الملف ويتولاه، مش غلط، مش غلط. لا أنا ما أعرف والله، أنا حتى كول أوف ديوتي ما أعرف، أنا لا يوجد لدي خبرة في 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 العسكرة ولا في القتال، ولا عندي تجربة ولا عندي سابق. يعني مثلا لو كنا في يوم من الأيام واحد قال تتولى هذا الملف، لو قلت أنا نعم أتولى هذا الملف فأنا خائن للأمانة، لأنني لا أفقه فيه شيئا. أنا يدوب كنت أشيل سلاح في حرامي سيارات، تعرفون حرامي سيارات، بس هذا أنا خبرتي في القتال هناك في رفع السلاح،
فتجي انت يا وزير الدفاع تقول للشعب انا فاشل، انا بابا اعطاني هذا المنصب بس انا فاشل، ما هي مشكلة، وتسلم الامر، خلي موضوع محاسبتك وكم صرفت مليارات وعقود الصيانة والمليارات التي صرفت. السعودية ميزانية التسليح حقتها، خليني أقرأ لكم هذا الخبر بس عشان تعرف الصدمة، أوريكم حاجة. أنا كنت قاعد أبحث هذا الخبر فكتبته على جنب في مكان. ميزانية الجيش السعودي في 2019 للدفاع ميزانية الجيش، تسليح الجيش السعودي في 2019 $70 مليار تقريبا. ميزانية الجيش التركي $9 مليار، $9 مليار فقط. السعودية رابع أو خامس أو ثالث دولة في الإنفاق العسكري، أين قوة الجيش السعودي؟ هنا من حق الناس أن تسأل وتقول في سرقة يا جماعة. بكل بساطة الأمر، بكل بساطة، أنت تحب هذا الشخص اللي تكلم اللي اسمه عمر، ترى عدو، ترى خائن، ترى مرتزق، ترى عميل، ترى سميه ما شئت. بكل بساطة حبيبي، أنت صرفت $70 مليار، ليش قوة جيشك لا توازي قوة الجيوش التي صرفت نصف هذا المبلغ؟ في مشكلة. تعال صارحنا يا وزير الدفاع، تكلم. مين وزير الدفاع؟ محمد بن سلمان. بكل بساطة يا جماعة الخير، ما في أي تجني ولا في افتراء، أنت صرفت $70 مليار. ليش التركي صارف $9 مليار ويسوي عمليات في العراق ويسوي عمليات في سوريا وعنده قاعدة في الصومال وداخل في ليبيا ومناورات في البحر المتوسط وداخل العراق؟ وجيش صار مش ينفق على التسليح فقط، أصبح يصنع. ليش إحنا ما عندنا نفس هذا الكلام؟ بكل بساطة أنا أسأل أسئلة بسيطة جدا، أسئلة بديهية. أنت اليوم تجي تطالع، خذ هذه الأسئلة مني ممتاز، قول أنا هذا الشخص لا أحب أن أستمع له، يقولون عنها أنه خائن، وا 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 وا. وفكر، أعطيني إجاباتك أنت بنفسك. ليش ميزانية إيران في التسليح أعتقد أنها حول $20 مليار أو حتى أقل، وميزانيتك $70 مليار، ورغم ذلك إيران تحدث أذى كبير جدا ضدنا؟ لماذا نحن عاجزين عسكريا؟ أنا أقول لك لماذا. مش لأن الشباب أو الجنود أو العسكر اللي عندنا ضعفاء أو جبناء، لا حاشاهم، الإدارة فاسدة، بس الإدارة التي تدير هذا الأمر فاسدة وعاجزة عن إدارة هذا الملف. اليوم بعد 6 سنوات، تذكرون كيف الأيام أول التطبيل لعاصفة الحزم، تطبيل وشيلات، واحد مغني سعودي، أنا كل مرة أكرر وأذكر اسمه، والله يصلحه، اسمه رامي عبد الله أو رامي بدر، صوته حلو والله، الولد صوته جميل، يعني أنا أحب أستمع لصوته وهو يغني، يدندن جميل، مسوي أغنية ذيك الأيام اسمها يا هلا بالحرب. طيب تعال يا رامي الآن جاوب أمهات الشهداء اللي ماتوا في اليمن وفي السعودية والأطفال اللي ماتوا، يا هلا بالحرب. وواحدة مرسلة لزوجها قالت له إذا ما جبت لي راس علي عبد الله صالح في طبق فأنا طالق منك. شوف الهياط، إذا ما تجيب لي راس علي عبد الله صالح في طبق فأنا طالق منك. الظاهر أنها مطلقة من 2017 ودري 2016 هذه الأخت، شكل زوجها كان داري أن المهمة صعبة، قال لي خلاص بإذن الله ما يمشي، يبي الفكة منها، اي خلاص اجيب لك راسه ان شاء الله، راس عبد الله صار عندي، واذا ما جبته طلاق. قالت له طلاق؟ قال لها بس والله ما تشوفين راسه. هذا اللي حصل. تعال انت اليوم جاوبني يا استاذي الكريم، قل لي لماذا اصبحنا ندافع عن انفسنا بعد 6 سنوات من الحرب؟ او هو الحوثي يبغى يقصف الظاهر عبد ربه هادي منصور، اينك يا دنبوع، جليش هلاك، ويرسل له طيارات مسيرة من اليمن. وين الباتريوت؟ وين المنظومات الدفاعية؟ لا يكون جايبين ضباط إماراتيين يعلمونكم عليها. انتبهوا حكومة السعودية، وزارة الدفاع، الجيش السعودي، انت بتجيب ضباط إماراتيين يدربونك على أي سلاح؟ آخر مرة الضباط الإماراتيين دربوا حفتر وأهانوا كرامة وشرف السلاح الروسي، حتى الروس انصدموا.
تجنن الروس، يقولون احنا صانعين افضل الاسلحه في العالم بس جايبين مدربين اماراتيين جايبين مدربين اماراتيين يدربون جماعه حفتر، منظومه دفاعيه شغاله مش راضيه تشتغل معاهم. غير خبراء التسليح اللي عندك، في مشكلة في مشكلة في مشكلة. أنتوا تشوفون في مشكلة أنا قاعد أتوهم، في مشكلة فك الموضوع، غير القضية اللي عندك، عندك مشكلة وسوء في إدارة الملف، يجب أن نتصارح. لا أتارك اليمن ورايح ما شاء الله تبارك الله محمد بن سلمان رايح ليبيا، يعني أنت الآن الشعب السعودي صار يهاجم من الحوثي في السعودية، مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا قوصفت أرامكو وغيره وغيره. لا ورايح الأخت بتحرر ليبيا، لا لا تكفى تكفى خليك مكانك شكرا جزيلا لك. وين خلص اليمن أول شيء، بعدين أيها البطل المغوار تعال روح ليبيا وادخل روما وروح إيش اسمه تورينو، اسمها تورينو هي اللي فيها يوفنتوس هذه المدينة، واحكم العالم وسيطر وخذ زوجة كريستيانو رونالدو سبية. هم يوهمونه ترى انه بيصير حاكم العالم هو محمد بن زايد. هدي اعصابك حبيبي، تعال انت ركز معي خلاص الان، خلاص عرفنا انك خلاص اشتغلت حلو، انت كده انت عندك الوضع كانه بلاي ستيشن، مت مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه، برتقال ما في، مانجا ما ادري تفاح ما في، كررت كررت كررت. حبيبي سلم الملف مع السلامه، ارجوك اترك الموضوع الله يرحم ابوك، اترك الموضوع خلي الناس تتصرف، خلاص خلاص استريح استريح على جنب، امسك نيوم سوي جيب ديناصورات وطيارات تطير، امسك يعني قول اي شيء اي شيء، نحطك وزير الترفيه بس ما لك شغل في الدفاع في القتال في الحرب، ما لك شغل فيها، ما لك شغل يا رجل في الموضوع. كنا نبي نعيد الشرعيه في اليمن، الان صار الحوثي صار بالجمله، هذه كارثه. فهنا هذا التساؤل يطرح نفسه، تساؤل يطرح نفسه، في اي دوله في العالم لما يجي وزير يخفق في مكان ما أو في منصب ما الناس تحاسبه؟ تبغاني أحاسب الجندي المسكين اللي جالس يرفع ويقاتل ويموت وفي ظروف صعبة؟ هذا ما يحاسب، قدم ما عليه. أنا أحاسب هذه الإدارة الفاسدة التي عاجزت عن إدارة هذا الملف. واضح هذه النقطة عشان ما نطول؟ ممتاز، وصلت الفكرة. لذلك أنا أقول أن اليمنيين بفضل الله سبحانه وتعالى قادرين هم بأنفسهم، لو في عندهم حليف جيد، الشعب اليمني عنده حليف جيد، عبد رب هذه منصور والجماعة اللي معه، وأنا عندي توقع أنه هناك محاولة لتصفية الشرعية اليمنية والإبقاء فقط على صورة عبد رب هذه منصور عشان يوقع والباقي بيخش السجن. هذا توقعي عن الملف اليمني، أنا كذا أتوقع تصفية كامل الشرعية في اليمن، وهذا اللي قاعد يحدث اليوم، اللي حدث أمس في سقطرة وتحركات الانتقالي وانسحابات السعودية وترك جبهات من دون غطاء جوي وبدون تسليح وبدون دعم، هذا اللي حاصل في اليمن، هذا اللي بتشوف. لذلك أنا أتمنى أنه يتدارك الوقت، الشرعية اليمنية تتدارك الوقت، عبد ربه هادي منصور تسجل فيديو إذا كان يمديك، خذ جوال من واحد من الشباب سجل فيديو وسرب، نفس الفيديو اللي سواه أردوغان لما انصار عليه انقلاب، نفس الفيديو اللي سواه محمد مرسي في وقتنا الأوقات، سوي وخلاص، على الأقل الشعب اليمني يعتبرك بطل في يوم من الأيام. أخرج في مقطع فيديو قول هذا عيب يا حكومة يا سعودية، هذا عيب، فكوا وثاقي فكوا وثاقي، وفكوا وثاقك عاد العالم يتكلم، بيطلعونك زي سعد الحريري، سعد الحريري انحبس له كم يوم وطلع ورجع حكم بلاده مرة أخرى. عندك قدرة يا عبد ربه هادي منصور أن تقوم بهذا. جميل، خلصنا من هذه النقطة. النقطة الثانية وأرجع وأكرر أقول الحمد لله إن شاء الله على سلامة أهل الرياض وعلى بقية مناطق المملكة العربية السعودية، ويا ربي يا رب نشوف إخواننا أيضا في اليمن سالمين آمنين مطمئنين، لا عندهم لا حروب ولا دمار ولا خراب ولا تفجير ولا تهجير ولا قتل ولا تدمير. قولوا أمين، إحنا واليمن واحد في نهاية المطاف، يعني أصلا هذه الحدود المرسومة هذه موجودة، القبائل والعشائر الموجودة تتناسب وتتصاهر مش اليوم ولا أمس ولا مية ولا من ألوف السنين، ها من ألوف السنين. طيب قفلنا على هذا الموضوع. الموضوع الثاني عندنا موضوع مهم جدا، بعض الناس أنا كنت أقرأ تعليقات على خبر فيما يخص سلامة الشخصية،
أنه أنا تلقيت اتصال من المباحث الكندية يقول أنه أنت هدف للحكومة السعودية. طيب في ناس خرجت وكذبت هذا الأمر من عدة زوايا ومن عدة نقاط، لكن أنا دعني أسأل هذا الشخص سؤال، هل تتوقع أنه أنا سأخرج على القنوات الإعلامية العالمية ووسائل الأنباء ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء وأفتري كذبا على جهاز سيادي في الدولة الكندية؟ يعني أقول قالوا لي كذا وأنا أكذب؟ توقع عند الوضع فوضى أنك أنت تخرج أمام الإعلام وتقول أنا أتعرض لي 1 2 3 ها؟ وأنت تكذب؟ تكذب على المباحث الكندية والوضع عادي؟ يعني عندنا حرية رأي وتعبير، بس مش ما توصل لمرحلة أنك تكذب على مؤسسة حكومية، فهمت؟ فهذا الأمر لا يمكن. يعني لو كان الأمر كذب طبعا، هذه نقطة. النقطة الثانية، الصحف قبل أن تنشر وكالات الأنباء العالمية قبل أن تنشر أي خبر تقوم بالاتصال على هذه الجهات والمؤسسات الحكومية الكندية، هل الكلام هذا صحيح؟ إذا كان الكلام هذا غير صحيح يقولون هذا الكلام كذب لا يوجد منه شيء. إذا كان الكلام صحيح وحدث، الحكومات تصرح بطريقة لبقة ودبلوماسية تقول نحن نبحث ونقوم بالتحقيق وننظر في الأمر، أو يقولون لا تعليق وإلى آخره. موضوع مش سهل إنك أنت تخرج وتقول أنا تلقيت اتصال وإلى آخره. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا وكالات الأنباء العالمية والصحف العالمية ترى مش سبق وعكاظ، الصحف السعودية والقنوات السعودية هذه عندها طريقة معينة للتأكد من الخبر. لما يجيها خبر من المصدر ألف تتصل على المصدر باء، تتصل على المصدر جيم، تتأكد من جهة حكومية. مو كذا بس، وقاموا بإرسال إيميلات وبريد وتواصلوا مع السفارة السعودية في كندا أو في أمريكا. يعني الأمر مش سهل، هذا من الناحية الأولى. فسالفة أن واحد يقول هذا كلام صحيح وغير صحيح نقول له أوكي طيب مش مشكلة، أتمنى أنك أنت مستوعب، لكن العقلاء يفهمون هذه العمليات وكيف تتم وكيف تحدث. واحد. اثنين، أمر آخر مهم جدا في هذا الموضوع، جمال خاشقجي رحمه الله قبل أن يموت وقبل أن يقتل كانوا يكتبون فيه والله ما حد يدري عنك، والله ما حد درى عنك، أنت لا تؤثر، أنت لا أحد يستمع إليك، تراك لوحدك، أنبح أنبح، ترى ما لك قيمة، ترى من شافك اللي في الظلام تغمز، ترى إلى آخره من كلمات. هذا في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هو يقول أنك أنت بلا تأثير، واحد. المرحلة الثانية يبدأ في مرحلة الشيطنة، هذا عميل، هذا عدو، اصلا انت يا خاشقجي مو سعودي، اصلك تركي، انت اصلا يا فلان مو كذا كذا، انت اصلا صرت كندي، انت يا فلان مرحلة شيطنة، اصلا انت عميل للجهة الفلانية والجهة التالية، انت اصلا ارهابي، انت اصلا جماعتك ارهابيين، انت هذه عملية شيطنة. اثنين. ثلاثة، المرحلة التي يتم فيها ارتكاب الجريمة لا سمح الله، يبدأون بالتنصل منها، يبدأون بالتنصل منها، من هذه الجريمة. لا نحن ما قمنا فيها، لا ما سويناها، لا ما ندري، لا خرج على رجله بعد 20 دقيقة، لا ما شفناه، لا ما حد لمسه، والله في ناس مسكوه بس هذه عصابة مارقة مش تبعنا، مش تبع الدولة، لا والله كان شجار. شوف كيف المراحل، كان مجرد شجار وحوار ونقاش وتطور الأمر واحد هذا وعشان كذا كانوا جايبين معاهم منشار. المرحلة الرابعة، والله فين جثته، والله احنا سلمناها الى متعهد تركي. المرحلة الخامسة، ترى احنا بنحاكم مش كل المجرمين، شوية من المجرمين. المرحلة السادسة، والله شوفوا ترى احنا صلينا عليه صلاة الغائب، صلاة الغائب لأنه مات الله يرحمه ويغفر له، وسنحاكم هؤلاء المجرمين. المرحلة السابعة، أهله تنازلوا. شفت كيف؟ هو من البداية كان يقول ما حد يدري عنك، كلام خطير، ترى أنت غير مؤثر، ترى صوتك غير مسموع، ترى أنت كذا كذا، ترى أنت كذا كذا. طبعا بالنسبة لي ما يحتاج المسموع مسموع، إذا صوتي مش مسموع طلع أخواني من السجن بكل بساطة. إذا أنت لا تتوجع من ما أقوله ومن ما أكتبه أو مما أنشره، فما عندك مشكلة أنك تطلع أخواني وأصحابي من السجن، أمر بسيط جدا، لأنه فعلا هذا الشخص مو فارق معك إلا لو كانت أداة وسيلة للي الذراع. ممتاز. أنا أقول لكم شيء، سيأتون في وقت من الأوقات
ويأخذون المقطع الذي قلت فيه أنني سأذهب إلى قطر وتركيا، وإن شاء الله ما يصير الكلام ذا، ركزوا وتذكروا في الكلام هذا، يأخذون المقطع الذي قلت أنني سأذهب فيه إلى قطر وتركيا، يقولون هذا أصبح عدوا للوطن، لذلك هو مستباح الدم. تذكر الكلام جيدا، يقول لك هذا صار يتآمر مع أعداء الوطن، لذلك هو مستباح الدم. شوف الكلام، شوف أباك تركز في النقطة هذه بشكل كبير وبشكل جيد. تعقيبا على هذه النقطة، نقطة قطر وتركيا، أنا أكرر هذا الكلام وأقول لكل حبايبي في المعارضة السعودية اللي بيسمع كلامي يسمع كلامي، أقول لهم أن تبقى المعارضة على فلان وفلان 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 هذا غير صحي. يعني أنا لا أرى أنه من العمل المناسب ومن الجيد أن أستمر فقط أنا أتكلم. المشروع اللي عندي أنا وما أصبو إليه وما أرجوه بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيئته أنه يكون فيه 50-60 واحد زي شباب مستقرين ماديا ومعنويا ماشيين في حياتهم في بريطانيا في كندا في أمريكا، ويكون عندهم منابر للحديث، لأنه مهم جدا يكون في رأي ورأي آخر. والأصل في المعارضات أنها تكون من داخل البلاد، الأصل في المعارضات أنها تكون من داخل البلاد مش من خارجه. أنا برجع على هذه النقطة بتفصيل بس عشان أكمل وأقول لكم نقطة مهمة جدا في 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 ما يتعلق بقضيتي. أنا قبل ما أفصل في نقطة قطر وتركيا لأنها مهمة للشرح، مهمة خصوصا للشباب الذين إن شاء الله أنهم يستمعون كلامي، كبار السن والشياب ممكن يمكن يقولون لا يعني إحنا نختلف معك في 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 جزئيات خصوصا من أخواننا المعارضة، لكن هي وجهة نظر في نهاية المطاف. فأرجع أنا على النقاط، تبدأ حملات شيطنة ثم بعد ذلك في الأخير يقول لك أهلك تنازلوا، وأنا أقول لكم من الآن لا يحق لأحد من أهلي أن يتنازل عن أي شيء يخصني، وإذا حصل لي مكروه لا سمح الله فكل من يتنازل من أهلي فاعلموا أنه مجبور ومكره، ولن أسامح أحد من أهلي أن يقوم بالتنازل عن حقي بأي شكل من الأشكال. هذا الفيديو يسجل استباق الأحداث، ممتاز، وهناك محامين شرعيين سيتناولون القضية ويتعاطون معها. لذلك أنا أقول لأهلي أي أحد لا سمح الله حصل أي مكروه في المستقبل تقول له هذا الفيديو موجود تحت أي ظرف، الكلام غير مقبول بتاتا البت. جميل، هذه النقطة يجب أن يعيها الجميع ويديك. أنا أعرف أن هذا الكلام يكون صعب جدا خصوصا أن أهلك يستمعوا لك من خلال هذه النافذة فقط، وأنا أقول هذا الكلام تحذير، وبإذن الله سبحانه وتعالى أنهم أعقل من هذا، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن الأمر لا يصل إلى هذه المراحل، لكن نقوله كخطوة استباقية لا سمح الله حصل مكروه. طيب خلصنا من هذه النقاط، الآن أعود إلى نقطة قطر وتركيا وهي الحديث فيها مهم جدا عن المعارضين السعوديين. أقول لهم هذا المشروع قائم ويجب أن يستمر ويجب أن ينطلق، ومن حق المعارضة السعودية أن تستفيد، لأننا نرى أن بلدنا يختطف من قبل سفهاء مارقين يأخذوننا إلى الهاوية. تضرر الناس أخلاقيا، تضرر الناس في دينهم، تضرر الناس في مالهم، تضرر الناس في اقتصادهم، تضرر الناس في 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 حياتهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لم يعد هناك مجال للحريات إلا في الرقص والهز. فقط لذلك على كل حر ليس فقط في المملكة العربية السعودية أن يقول كلمة الحق وينطلق بها ويتحرك من أجل هذا ويتخذ كل الأسباب اللازمة لحماية تلك البلاد. من يريد أن يخدم شعبنا يعيد إليه كرامته، يرفع من سقف الحريات، يطلق سراح المعتقلين، يرفع من مستوى الشعب الاقتصادي والمعيشي، فنحن معه وأهلا ومرحبا به. سواء كان ذلك شاب جالس في مصراته، ممتاز، أو شاب جالس في غزة، أو أخ في الجيزة، أو واحد جالس في صعدة، أو واحد جالس في تعز، أو واحد جالس في عمان، أو واحد جالس في الكويت، أو واحد جالس في الإمارات، أو كان سياسي
في قطر أو كان سياسي في تركيا أو كان سياسي في ليبيا أو في أي مكان، نقول له أهلا ومرحبا بك إذا كانت هذه أهدافك وطموحك، نقول له أهلا ومرحبا بك. هذه نقطة، وأكرر النقطة وهي مهمة جدا وجوهرية. البعض يقول يا أخي دقيقة، أنا أشوف في 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 رسائل كثير جات. البعض يقول يا أخي، البعض يقول يا أخي هذا الكلام لا يصح، أنت تتعامل مع أعداء للوطن. غير صحيح، تركيا وقطر ليسوا أعداء لوطننا وليسوا أعداء لأمتنا، أنا ما أشوف الكلام هذا. بل من يقتل الشعوب ويريد أن يعيدها إلى حظيرة الاستعباد والاستبداد ممتاز، هو الذي هو الذي يعتبر عدو لهذه الأوطان. نقطة آخر السطر، والله إن غيروا مساراتهم وانحرفت بوصلتهم وأرادوا أن يقمعوا الشعوب وساهموا في أي ثورة مضادة، سنقول لقطر وتركيا لا ردكم الله وخبتم وخسرتم. الآن في في نقطة مهمة، واحد من الأشخاص كان يتناقش معايا قال لي كيف تطلب مساعدة من دول ليست دول حرة وليست دول ديمقراطية. هذا الأخ دائما ما يحدثنا عن أمريكا وكيف أن السياسيين الأمريكيين وكيف أمريكا بنت نفسها. أمريكا في وقتنا الأوقات حينما أرادت التحرر، جيفرسون وواشنطن ماذا صنعوا؟ ركز في الكلام. جيفرسون وواشنطن ماذا صنعوا حينما أرادوا أن يدفعوا الظلم عن شعبهم؟ ها؟ ماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى الملكية المستبدة في فرنسا. ها؟ ذهبوا إلى الملكية المستبدة في فرنسا وأخذوا منها الدعم المالي والدعم العسكري لتحرير شعبهم. تاريخ، شوف الكلام. الملك عبد العزيز كان يأخذ دعم في وقت من الأوقات. إذا 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 كان هذا الكلام جائز لجيفرسون وواشنطن أن يأتوا بالاستبداد الفرنسي، على فكرة قبل الثورة الفرنسية، وكانت هذه العملية، شوف شوف النقطة التاريخ، وكانت هذه العملية أحد أسباب ثورة وغضب الشعب الفرنسي. يعني الشعب الفرنسي ممتاز خرج وقال الله يا ملوك فرنسا تدعمون الأمريكيين عشانهم يبغون يتحررون وإحنا ما تحررنا. فكانت هذه أحد عوامل أو أحد الأسباب التي قادت أيضا الشعب الفرنسي للثورة. تاريخ، أنا ما بقول لك لأن أحد يقول أحد يقول أنت جيفرسون الزهراني الآن ولا جورج واشنطن الباحة، لا لا لا، بس أنا أتكلم أنه هذا الأمر مفهوم، ومن الناحية الشرعية مفهوم، ومن الناحية السياسية موجود. الملك عبد العزيز كان على سبيل المثال، الملك عبد العزيز لا كان عنده شغل أحلى. الملك عبد العزيز كان يرسل للسلطان عبد الحميد الثاني يقول له عبد خادمكم، والله كذا كان يقول، ها كان يقول لهم خادمكم المطيع وعبد الدولة العثمانية. تقرأ كلامه تحس إن سعود القحطاني مع محمد بن سلمان، تقول إيش هذا المطيع للدولة العثمانية، إيش هذا المنبطح. الملك عبد العزيز جميل، في نفس الوقت كان يتواصل مع الإنجليز، حتى أنه يأخذ منهم المبالغ، يأخذ منهم الأموال، حتى أنه يستطيع أن يسيطر ويستطيع أن يحكم. شغل في مواثيق بالكلام هذا، نعم موجود الكلام هذا، موجود الكلام هذا في الإرشيف البريطاني، وموجود الكلام هذا في الإرشيف العثماني، وموجود هذا الكلام في مراسلات. مش كده بس، ممكن تقول هذه مصادر غير محايدة، ارجع إلى كتاب خالد بن سلطان ابن الأمير سلطان حفيد الملك عبد العزيز، الذي أعتقد اسمه رجل من الصحراء أو مقاتل من مش عارف اسم الكتاب، وتجد أنه تكلم عن علاقة الملك عبد العزيز بالعثمانيين وأن العثمانيين هم من وضعوه في ذلك المكان، مش من عندي. يعني تقول لي أوكي الإرشيف العثماني مش محايد، ملفق ومكذوب، والإرشيف البريطاني مش محايد، ملفق ومكذوب، ولا نصدقه. جميل، إذن عليك أن تصدق ما قاله خالد بن سلطان عن جده الملك عبد العزيز، وعليك أن تصدق ما قاله طلال بن عبد العزيز عن والده الملك عبد العزيز. يعني هذا الكلام لا أتي به من كيسي، لم أتي به من كيسي. لازم تقرأ التاريخ يا حبيبي. يا جماعة الخير، مشكلتنا لا نقرأ التاريخ، ومشكلتنا أننا لا نستطيع بسبب هذا الفراغ
وهنا دا انا دائما بعض الناس يقول لي انت كل مره تسأل تقول ارجع اقرا التاريخ، ارجع. مهم جدا ان تعرف اخر 100 سنه ايش اللي حاصل. ارجوك اذا عندك واجب تحله فعليك ان تعود الى اخر 100 سنه، ما الذي حصل في المنطقه عشان تفهم الصوره. اما كلام فارغ والشعارات والخطابات وطموحنا عنان السماء وهذا الكلام يعني للتسويق المحلي، ها، وما يصلح. طيب الان الان أسأل الله أن يحفظ، أسأل الله أن يحفظ الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل الرياض. نقطة مهمة جدا، خلصنا من هذا الملف، خلصنا من الملف الثاني، نخش على النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا. الكل رأى تواصل وزير الخارجية الليبي الشرعي لحكومة الوفاق سيالة مع الفرحان وزير الخارجية السعودي. أيوة طبعا الحكومة السعودية ينطبق عليها المثل تخاف ما تستحي، تخاف ما تستحي. يعني أنا أقول للليبيين احذروا احذروا، فقبل المقاطعة بأسابيع أو بأشهر كان سلمان بن عبد العزيز، أو قبل الحصار أو قبل الأزمة القطرية الخليجية كان سلمان بن عبد العزيز يرقص بالسيف في الدوحة. احذر، فهؤلاء غدارين مكارين لا يؤمن لهم جانب. احذر، أسود في الخيانة، أبطال في الخيانة والغدر والمكر. احذر، كان يرقص بالسيف وهذاك واقف جنبه يطالع هذا يرقص بالسيف مبسوط مدري بالعصا يهزها، وبعدها بأسابيع عشر قال لك بيدخلون عليهم جيش. انتبه، هو نفسه سلمان بن عبد العزيز جاب مرسي وحضن وكذا، ومرسي مسكين مبسوط جاي وداخل على اساس اول زياره يسويها، وجاء حضن مرسي قال لك تعال في حضني وتعال سوي عمره يا مرسي، ومرسي يروح ايران يقول لهم امن الخليج من امننا. انتبه، فلا تصدقهم. لكن أنا أفهم أنه في الدبلوماسية وفي العمل السياسي أنك تفتح تفتح تخلي الباب مفتوح. أهل مكة يقول تخلي الباب وارد عادي تقبل، في واحد يبي يخفف ممتاز، واحد يبغى يدخل عليك بأنه أنا بفتح صفحة جديدة ممتاز. لكن هو شوف صدقني، هو لو ما رأى مقاومة في الأرض وما عرف أن الكروت حقته احترقت أو بدأ معظمها في الاحتراق ما جاك ولا لقيمة، ها؟ ما له قيمة. هو اليوم جاك يقول لك نحن نقبل الحل والحوار السياسي، وينك يا فرحان في 4/4/2019؟ قبلها بأسبوع حفتر كان في الرياض، وينك؟ ما كنت تدعو إلى حل سياسي؟ ما كنتم تبغون تصلون العصر في إيش سموه مسجد النهضة، ها؟ ما كنتم تبغون تطردون البقايا الأتراك والعلوج في ليبيا؟ ما كنتم تقولون أحفاد المختار يتجسدون في شخصية حفتر؟ اليوم جاي تقول والله نبحث عن حل سياسي. كذبت، لأنك تعرف أنك إن كنت ريحا فقد لاقيت عصارة. هذه الحكومة اسمها حكومة الثور الهائج، ما هي مشكلة أنك تروضه. حكومة الوفاق في العمل السياسي مفهوم أنك تحاول ترويض الثورة الهائجة. على فكرة حتى القطريين اليوم يحاولون يروضون الثورة الهائجة. الحكومة السعودية أشبه بالثورة الهائجة في مصارعة الثيران. شفت لما يحطون يغرسون السكين فيه ويصير ينطح يمين وينطح شمال ويضحكون والمدرج يصفق، هذا وضع الحكومة السعودية. تروح اليمن مش تعرف تسوي، تخش في ليبيا، طب تروح مصر، طيب إيران، طيب قطر، طيب تركيا، ينطح في كل مكان مش عارف يصيب. انتبه، لكن في مشكلة، لو أعطيته ظهرك وما انتبهت له ممكن في أي لحظة ينطحك. أيوة انتبه، في أي لحظة ما تنتبه لظهرك ممكن ينطحك. ركز معي، هو صح أنه ثور هائج مطعون، بس برضو نطحة الثور قوية. احذر، حذر تام. ما هي مشكلة، تعال أو تبغون حل سياسي حكومة السعودية ممتاز. طيب ماذا عن قناة العربية؟ طيب ماذا عن الذباب؟ ماذا عن دعمكم وتمويلكم للفاغنر؟ ماذا عن فتاوى الشيوخ المدخلية في السعودية الذين يفتون بإباحة واستباحة مش بس المقاتلين، الشيوخ والعلماء أو من أولهم الصدق الغرياني وانت نازل
انتبه، تعال تفاوض، اجلس. ومن الخطأ، وأنا أقول الليبيين معليش الله يعينكم، أنا أقول الليبيين الله يعينكم، لأنه الحكومة السعودية أول سلاح تستخدمه ضد خصومها معروف، مكة والمدينة. يعني الليبيين المقاتلين اللي قاتلوا ضد حفتر، والسياسيين الذين وقفوا ضد حفتر، أعانكم الله. إن سمح لكم بالوصول إلى مكة والمدينة سيتم التضييق عليكم، اعتقالكم، التحقيق معكم، كما جرى لمقاتلين رجال من الزاوية، من الزاوية العنقاء. هذولي هذه مدينة من مدن الأبطال في ليبيا، فيها رجال لا يقبلون الضيم، وحوش كاسرة. نزلوا إلى المملكة العربية السعودية يبغون يسوون عمرة، يأخذون عمرة بكل بساطة. لا اسحب اسحب، سحبوهم تحقيق. فأنا أقول ليبينا عانكم الله، وهذا السلاح سبق أن استخدم مع المعارضين السعوديين، وسبق أن استخدم مع القطريين. شوتوا القطريين من 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 غرف النوم في الفنادق برا، في عند بيت الله. حكومة أطفال، انتبه، حكومة صبيان وحكم صبيان. أنت لا تتعامل اليوم حتى مع مثلا مع جهة تتوقع ردات فعلها، هذا حاصل الكلام هذا. فسيستخدمون هذا السلاح ضدكم. يعني يا عبد السلام يا راجحي عمره ما فيش عمره، يا 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 بشير يا سويحلي عمره ما فيش عمره. الله يعينكم، تأجلونها كم سنة؟ عمره وحج، أصلا السنة هذه الحج الوضع شوية صعب. كل الناس الأشخاص الرجال الموجودين السياسيين إعلاميين مقاتلين شباب كله، ممكن فايز السراج يجي عشان يصورون إنه شوفوا ترى إحنا ما عندنا مشكلة، أما الباقيين سيضيق عليهم للأسف. أعانكم الله على هذا الأمر. أنا أختم بنقطة أخيرة، أنا أختم بنقطة أخيرة. عمر تفجير بالرياض، الله نسأل الله أن يحمي البلاد والعباد، أسأل الله أن يحمي البلاد والعباد، قولوا آمين إن شاء الله، إن شاء الله ما يشوفون شر. أنا الحكومة السعودية هذا العام سيكون الحج مقصورا على أعداد معينة، وما لن يفتح الحج. ممكن بعض الناس كانوا يسألوني يقولوا لي إيش وجهة نظرك في هذا القرار، وأنا أقول أن هذا القرار قرار صائب، هذا القرار قرار صحيح وفقا للظروف الموجودة اليوم. يعني لا أحد يظن أنه مثلا أنت معارض ستعارض كل قرار، أنك ستقف ضد الدولة، لا 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 لا، أنا وجهة نظري المتواضعة حسب الأرقام، حسب الحالات، حسب قدرة الجهاز الصحي والكوادر الطبية في المملكة العربية السعودية، فتح الحج لثلاثة مليون أو اثنين مليون حاج انتحار. معلش أنا أعرف أنه ممكن بعض الكلام، الشعيرة لم تعطل بمشيئة بفضل الله سبحانه وتعالى، ستأتي أعداد بسيطة تقوم بالحج. جميل، أعداد بسيطة ستقوم بالحج، أما أن يفتح 2-3 مليون فستصبح كارثة في أماكن محدودة في مكة والمدينة، ستصبح كارثة. وهذا أراه أنه نوع من أنواع الانتحار. الحج مفتوح لأعداد معينة ولا تعطل الشعيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، لم تعطل، لكن لا أرى حل آخر أسلم من أن يقتصر الحج على أعداد معدودة، لأنك تفتح الحج لاثنين ثلاثة مليون ما شاء الله تبارك الله مع الأجواء الباردة الجميلة هذه، ها واحد يعطس في عرفة 100,000 مصاب اليوم اللي بعده، فهذه ليس من الحكمة. في ناس هذا من الكفر وهؤلاء المجرمين وهؤلاء اللي مش عارف إيش، مع احترام الشديد لأخواننا الذين يأخذون هذا النوع من الخطاب، أنا أرى أنه هذا الأمر غير صحي وغير جيد بتاتا البت، هذا الحل الوحيد. أما فتح الأمور والعالم كله من حولنا يدار بهذه الطريقة، نعم شاهدنا الناس تخرج في مظاهرات وشاهدنا كذا وشاهدنا، لكن في حالات تتزايد وفي أعداد إصابات تتزايد. لذلك القرار الذي اتخذ حول الحج هذا العام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنا والمستمعين الكرام إن شاء الله أنه في وقتنا الأوقات يرزقنا الله سبحانه وتعالى بالحج ونحن سالمين آمنين، لا نخاف لا من كورونا ولا نخاف لا من الذئب ولا نخاف من المنشر. قولوا آمين، قولوا آمين إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، نحن آمنين ومطمئنين. تخرج أنت وتحج بغض النظر عن ميولك السياسية، وبغض النظر عن حزبك الذي تنتمي إليه وعن جماعتك التي تنتمي إليها، لا تخاف مباحث يسحبك من قفاك، ولا تخاف من منشار يقطعك، ولا تخاف من كورونا تصيبك.
بإذن الله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. ماشي. فهذه وجهة نظري في قرار أن يكون الحج هذا العام محصورا على عاد المعين، لم تعطل الشعيرة، وفي ذات الوقت نحن نحاول أن نتلافى انتشار الوباء بصورة أكبر. للأسف هذا الشيء محزن، يعني يعز علينا أننا نشوف الحرمين فيها صف صفين ثلاثة، فيها أعداد ما. والله هذا الشيء يحز في 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 نفوسنا وفي خواطرنا، خصوصا الناس اللي كانوا يروحون مكة. يعني إحنا مكة عندنا نص ساعة 45 دقيقة، 55 دقيقة من بيتي أنا، من بيتنا في السعودية وفي جدة إلى مكة الله يعزها. ووالدي ما شاء الله كل أسبوع أو كل 10 أيام تقريبا في مكة، وأهل جدة والحجاز بشكل عام عندنا مكة والمدينة. الواحد وقت ما هز الشوق راح صلى. يعز علينا أن نراها خاوية خالية، لكن هناك ظروف وهناك عذر قوي جدا يجعل هذا العام الحج يكون مقصورا على عدد معين. هذا وصل الله وبارك. يحس في نفسه ما يعتمر، لا والله أنا اعتمرت وخلصت الحمد لله أكثر من مرة، يعني مرات كثيرة اعتمرت بس ما قد حجيت. والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وسنحج بمشيئة الله سبحانه وتعالى، نحن سالمين آمنين مطمئنين. أشكركم شكرا جزيلا، أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لأهل الرياض وأهل كل المناطق في كل البلدان العربية، من طرابلس إلى الرياض إلى صنعاء إلى دمشق، أن الله سبحانه وتعالى يسلم بلادنا وبلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الناس ويؤمن الخائفين. قولوا أمين. أنا الآن أشكركم، عندي لقاء بعد 20 دقيقة تقريبا في قناة ليبية اسمها قناة فبراير، ومعليش ممكن جزء كبير من الكلام هذا سيكون مكرر، لكن هناك اكسبشن للليبيين. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ألقاكم على خير، كونوا حرارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.